بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وعلى مسار الاستحقاق النيابي. مرة أخرى يعني تسبقنا ثلاثة أيام عن الأحد الكبير يوم يندفع اللبنانيون انتخابيا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية من أجل تكوين برلمان 2018 الذي يحل مكان مجلس 2009. معنا مباشرة الدكتور علي درويش من لائحة كلنا وطني مرشح المقعد الشيعي عن دائرة بعبدة. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. بنحب نعرف المشاهدين عن حضرتك وكيف ترشحت. تفضل. نحن أول شيء مجموعة سياسية اسمها حركة مواطنون ومواطنات في دولة، اللي أمينها العام الدكتور شرب النحاس وزير العمل والاتصالات السابق. فوجودنا بهالمرحلة هو نتيجة تراكمات فقدان وغياب شيء اسمه دولي بهالبلد، بعد تجارب كثيرة ارتأينا أنه لا مجال للتقدم إلا باتخاذ خطوة متقدمة وهي النزول الانتخابات النيابية. أنا خلفيتي خلفية نضال بيئي وتنموي من بداية التسعينات على كل القضايا اللي طاولت، التطاول على المال العام، التطاول على الأملاك العامة، تلوث الهواء وكل ما له علاقة بالبيئة. فهذا بالمختصر الخلفية اللي جينا منها طبعا. نعم دكتور، هل يحدوك الأمل بأنه يعني أنتو كحركة مواطنون ومواطنات ككلنا وطني وكقريبين يعني بين المستقلين والمجتمع المدني، هل بتلاقوا أنه بتقدروا تخرقوا التقليد؟ مش بتخرقوا باللوائح، أنتو نازلين انتخابات هيدي صحيح، ولكن هل بتقدروا تخرقوا التقليد اللي صاير إذا ما بدنا نقول من 50 سنة، على الأقل من 30 سنة؟ لك اليوم نحن اتكلنا هو على وعي الناس. نعم. وعلى تعبير الناس عن وجعها وعن كل اليأس الذي وضعها به أعضاء المنظومة الحاكمة. نعم. اليوم خليني إذا بدنا نوصف نحن شو عنا، والناس أكيد اليوم أي مواطن لبناني بتقعد تحكي معه مثل ما بيقولوا من القلب للقلب بيشرح لك ووصف لك المشكلة أحسن ما أنت بتوصفها. فاليوم نحن في عنا منظومة نظام طائفي عم يرعاها أمرا حرب، تحولوا بفترة ما إلى أمرا سياسي، وتقاسموا هذا البلد بيناتهم نفوذ وحصص وصفقات، وحولوا المواطنين كلهم ذكورا وإناث إلى رعايا إلى زبائن، استثمروهن واستغلوهن من على الأقل بآخر 25-26 سنة، عم نحكي من نعم. نهاية الحرب الأهلية. نعم. فهذا الموضوع نحن جايين اليوم، مش بس نحن جايين نخوض الانتخابات النيابية لنواجه الأزمات المعيشية، نحن نخوض معركة ضد هذا النظام الطائفي التحاصصي، ضد هذه المنظومة اللي حولت بلدنا للحالة اللي هو فيها اليوم. وعلى أساس نحن متكلين على وعي الناس، وبوعي الناس ويعني ويأسهم ومن هالأحباط اللي هني فيه وعلى كل مساحة الأرض اللبنانية، بنتأمل أنه يكون في خرق، وبنتأمل أنه هني يعبروا عن وجعهم. لو ما حكوا اليوم، لو كانوا يعني بنوع من ضغط أو خوف أو ترغيب أو ترهيب أمام هؤلاء الزعماء وأحزابهم، بنتأمل أنه هني يوم 6 أيار يعبروا وراء الصندوق وراء العازل بشكل يغير هذا النظام ويقلل. دكتور علي درويش، يعني كل شيء في سياسي، ولبنان كل الناس مسيسة. برأيك قبل الطائف كانوا قادرين يفصلوا الأمور السياسية عن الأمور الإدارية؟ يعني باعتراف اللي عملوا الطائف واللي اشتغلوا بعض الطائف وقبل الطائف، أنه الإدارة الإدارية كانت قبل الطائف فسادها ما بيتعدى 5 أو 10%، على رغم المشاكل السياسية والحرب اللي صارت. بينما بعض الطائف الإدارة النظام الإداري هو وصل بفساده ل 80 و90%. اليوم انتو قادرين تعملوا خط ولنه عازل الى حد ما لا تقدروا تعالجوا السياسي بطريقة هادئة، وبذات الوقت تأمنوا حاجات الناس اللي هي منغمسة بهمومها ومشاكلها الحياتية والاجتماعية؟ خليني اقول لك، اول شيء انا من الجيل اللي كان صغير وقت اللي بلشت الحرب الاهلية. نعم. كنا اطفال، ف
لما خاضوا هالحرب واللي انتهت على ايد الزعماء هدول يعني بدأت نعم. مع زعماء حرب وانتهت مع زعماء حرب آخرين وفاتوا على الحرب وفاتوا على الدولة. اليوم حتى ما نفوت بتقييم كيف كانت الدولة طيب. قبل 75 أو قبل 91 لأنه الدولة أساسا كانت مقصومة مشقفة شقف طيب. بين 75 والتسعين بعد إجا اتفاق الطائف. اتفاق الطائف اللي فيه كتير ملاحظات عليه لأنه نتيجة توافق دولي وأقليمي على إنهاء الحرب فأجا اتفاق يحتاج إلى الكثير والكثير من 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 التعديلات. اليوم طبعا في ناس رح تقول لك بدك تعدل الطائف إلى شو هو منزل يعني أول شيء اتفاق الطائف منه كتاب مقدس ولكن اليوم في مرحلة انتخابية. نحن هاللي صار بعد 91 لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. اليوم هيدول أساسا خليني أقول لك بالتعريف أمير الحرب مش بطبيعته ولا بتركيبته بناء دولة. هذا اللي كان زعيم ميليشيا بيعرف يدير ميليشيا بيعرف يدير عصابي بيعرف يدخل جماعات وشغلها لصالحه لصالح الميليشيا تعمل. ايه بس بالذات الوقت بيعرفوا يجيشوا الناس بالضبط حتى يكونوا معهم. يعني اليوم حضرتك من هذا الجيل اللي عم تحكي عنه المخضرم ولكن اذا بتحكي مع الجيل الجديد بتحكي بي مثل ما انت عم تتعاطى معه بيقول لك شو شؤونه وشو شجونه. بس في فرق بين العمر 25 والعمر 35 والعمر 45 بس كيف قادرين هالطبقة السياسية المنتخبة منها الناس انها كمان تجير العمر 25 و27 لقلها كمان انه كمان يمشي بسياقة. قال لك اليوم الاساس اللي اعتمدوه هو عملية شد العصب الطائفي والديني. نعم. هيدا بكل بساطة. فكل واحد منهم اذا بتلاحظ باخر مرحلة مع انه خلينا نرجع لبداية السنة او اخر سنة الماضي هيدي عملية الشحن الطائفي ما كانت موجودة. نعم. وعملية التجاذب السياسي حتى اللي كانوا بالحكومة عم ياخدوا قرارات سوا عملوا رجعوا من ابتداء من شهر اثنين بدأوا يقوصوا على بعض بتقولوا بالسلاح الثقيل على العصب الطائفي والعصب المذهبي تحديدا. نعم. فرجعوا يقدروا يشدوا قسم من هالشباب هدول. ولكن انا بأكد لك نحن لو ما عارفين ومتأكدين أن هناك شريحة كبيرة من الشباب وخليني أقول لك اليوم في جيل اللي هو ب 2009 ما كان له حق ينتخب كان عمره 12 سنة هذا كان طفل وهذا اليوم صار بيعم بسن الانتخاب. وفي جيل اللي انتخب بهديك الأيام اللي كان عمره 21 صار عمره اليوم 30 سنة. فهذا الجيل اللي من 21 ل 30 وفيك تأخذ الجيل اللي معه اللي ليوصل لل 40 سنة هذا الجيل غير مقتنع بما يحصل بهالبلد. وهذا الشيء رح نشوفه بصندوق الانتخاب. هلا طبعا في قسم كبير منهم او قسم يعني يحزب متحزب يلحق الاحزاب لاسباب برجع بقول لك اليوم انت وقت اللي بتيجي بتشد الناس طائفيا وبتحولها بمحل تاني الى زبائن ماديين منتفعين منك اقتصاديا عبر توظيفهم بالدولة عبر حصر التوظيف بالجامعات اللي منتمية لك واللي لحقتك انت اليوم ما عملت خدمة للناس انت اليوم جعلتها رهبتها عبر عملية التوظيف عبر عملية السلطة يعني امساكك بالسلطة. نعم. الى زبائن عندك. ولكن هيدول في محل ما نحن برجع بقول لك مراهنين انه ورا الصندوق ورا العازل هالمجموعات هيدي قسم منيح منها حيجي يقول لهم لا وقفوا لهون ونحن ما فينا نكفي معكم. دكتور علي درويش انتبهت حضرتك انه من شهر اخر شهر واحد لهلا هذا بيقول لك بده يلغونا هديك بده يقول لك بيهجموا علينا ما بعرف شو. يعني اذا اخذنا مقوله الفاجر ياكل مال التاجر اذا اخذنا منها جزء انه بيطلع بيعمل عنطريات وبيقول لك كذا مثل ما حضرتك عم تحكي اليوم اذا عم تلاقوا انتم انه هذا الاسلوب عم يقدر يجلب ناس ليه ما بتاخذوه انتم على طريقتكم بس بالقضايا اللي انتم عم تطالبوا فيها. يعني بدل ما تقول انه عم يلغونا وكذا بتقول عم يلغوا لكم حياتكم عم يعملوا. يعني ما عم نشوف الادوات اللي مستعمله بلبنان. يمكن بفرنسا مش هيك بيستعملوا بغير دول ما بيستعملوا هيك ولكن بلبنان هالجمهور بيقول لك والله ليك هذا عم بيقول له بده يلغوني وهذاك عم بيقول له بده يقتلوني وهذاك بده يقتلوني. قال لك اول شيء نحن بتركيبتنا نعم وبتفكيرنا وبعقيدتنا نحن ما فينا نشد الناس بالعصب الطائفي. نحن ضد منطقنا انه نشد الناس بالعصب الطائفي. نحن عم نحكي الناس بالمصالح العامة. نعم. عم نحكي ببناء الدولة الضامنة لحقوق المواطنين والمواطنات بشكل متساوي دون تمييز. نحن عم نقول للشباب
وللي اكبر منهم حتى للي صاروا كبار بالسن. نحن عم نقول انتم اليوم تجاوزتوا فتره العمل، من يحمي تقاعدكم؟ من يحمي البطاله؟ من يضمن الوظيفه الاولى لابنائكم واحفادكم؟ كل هذه الاشياء نحن عم نقول لهم نحن عندنا برنامج متقدم عنهم. نحن ما عم نجي منشدكم على الطائفه وبنقول لكم لولا الطائفه انتم ما بتسووا شيء، انتم مواطنين بهالبلد، انتم مواطنات بهذا البلد، لكم حقوق ولكم واجبات. نحن من ضمن اقتصادنا، من ضمن تركيبتنا الاقتصاديه، من ضمن الضرائب اللي لازم نجبيها بنظام ضرائبي عادل، فينا نأمن لكل شاب وظيفي، فينا ندعم هذه الوظيفه، فينا نبدا باقتصاد منتج مش اقتصاد ريعي زبائني، فينا نحط نظام ضرائبي يفرض على الريع العقاري وعلى المضاربات الماليه وعلى المصارف اللي عم تيجي بتاكل الاموال عبر الفوائد. كل هذه هي لازم تكون مغذيه للاقتصاد. نحن عم نحط لهم بديل مختلف كليا. نحن ما جايين ننافس هالزعماء هدول، نحن عم نقول لهم لهالزعماء انه انتم شيء ونحن شيء، انتم عصابات نحن دوله، انتم لصوص نحن بدنا نبني مؤسسات واقتصاد، انتم رحتوا على باريس لحتى تسرقوا فوق ال 80 مليار وال 100 مليار اللي انصرفوا فوقهم، جيبوا 20 مليار جديد ديون لحتى تحطونا اكثر بالجوره، لحتى تستزلمونا اكثر، لحتى تستعبدونا اكثر، ونحن هذا مش قابلينه. اليوم نحن ما فينا نقبل هدول اللي يقول، حتى هدول اللي عم بيقوسوا على بعض، اللي عم بيشحنوا بنفوس الناس، راحوا على باريس من كم اسبوع وجابوا لنا ديون 20 مليار دولار. الوثائق اللي قدموها بباريس لا يشحدوا عليها لحتى هيدي الدول اللي بدت هيمن علينا اكثر. اليوم هذا اللي اعطانا بباريس مصاري ما بده نحن اقتصادنا ينمى، بده يسيطر علينا اكثر. وهذه المجموعه الزمره اللي راحت على باريس جابت علينا 16 مليار دولار ديون، بالحد الادنى يمكن يصيروا 23. هيدي الزمره بدها تسرق الاموال هيدي مثل ما سرقت اللي قبلها، لا في عندها مخطط. الوثائق اللي قدموها بباريس كلها اكاذيب وكلها ضحك على الدقون. نحن عم نظريه، كلها نظريات يعني. كلها نظريات وطبقت سابقا واستعملت هذه النصوص منسوخه سابقا عن وثائق قدمتها بعض المؤسسات الدوليه اللي جاي تحطنا اكثر بالمآسي. طيب دكتور علي درويش، انتم ما لقيتوا مثلا بهالطبقة الحكم اللبناني ما في حدا مثلا ممكن تنسجموا مع افكاره او تلاقوا في شيء وتتعاونوا معه من خلال الخارج، خارج بالحكم وناس جزء منه الموجود بالحكم؟ قال لك لما يكون هدف الزعيم حماية مصالحه الخاصة انت ما فيك تيجي تتحالف معه، ما فيك تيجي تعمل اي ائتلاف معه. اليوم اي اساس بدي احكي معه؟ انا في ناس، الناس في مثل بيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. حتى اللي ما شارك بالفساد سكت عنه، واللي سكت عن الفساد يعني هو متواطئ علينا. نحن ما فينا نمشي مع واحد متواطئ علينا. يا اخي في صفقات صارت، نيجي بعطيك اخر امثال، بس صفقات على مستوى مدينه، نفق سليم اسلام يلزم ب 28 مليون دولار لشو هو عم بلطه ذهب؟ هيدي صفقه. مكب الكوستا برافا بيعمل المتعهد خصم 12 مليون دولار، شو عم نشتري بطاطا؟ نحن كنا عربية خضرة عم بيع بطاطا. شو كيف عم يستفيدوا من هذا؟ من هالموضوع هيدول بغزوا، هيدول المتعهدين المتقاسمين الدولي. في ناس اسمها اليوم في إلها تعريف واضح، متعهدي الجمهورية. هيدول هني سماسرة يعملون لدى الزعماء، هني بيوزعوا على الزعماء. ما في شيء اسمه أحزاب. في عندك بلبنان 7-8 زعماء، هيدول هني اللي متقاسمين البلد. خليني أحكيك بكل صراحة واللي بده يزعل يزعل، بلبنان ما عندنا 128 نائب، عنا 100 بالقليل 90% منهم برواز على حيط ما بيصلحوا، بلا زعيم ما بيسوا شيء، بلا زعيم ما بياخدوا موقف، ما عندهم أي رؤية اقتصادية، ما عندهم أي رؤية مالية، ما عندهم أي رؤية اجتماعية. وقت اللي بتحكيهم على العدالة الاجتماعية بيقول لك شيء، وقت اللي بتقوله عن معالجة النفايات بيقول لك تفكك حراري، يحكمهم الجهل. طيب رح نحكي إنه كيف يعني، هل عم نحكي عن قانون الانتخاب؟ إذا لقيتوا في مسرب أو في قوة انه تقدروا تفوتوا على الازمة، ولكن بعد الفاصل الاعلاني دكتور علي درويش. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام على مسار الاستحقاق النيابي. دكتور علي أهلا وسهلا فيك. دكتور علي درويش مرشح المقعد الشيعي عن دائرة بعبدة، شو لقيتوا بالقانون الجديد يقدر يشجعكم؟ وهل فتح قوة؟ وهل فعلا يعني عمليا أو إجرائيا ممكن يعمل تغيير معين بالذهنية أو بطريقة الانتخاب؟ يعني خليني بس إذا بتسمح لي بالأول أقول شغلي، أنا
مرشح في بعبدة عن كل لبنان طبعا. انا اتمنى لا اكون خارج القيد الطائفي، انا ما بيعنيني مقعد شيعي ومقعد غير شيعي. هلا لسوء الحظ ألزمنا بموجب النظام الطائفي اللبناني انه يلزقوا اسم الطائفي حدنا وقت اللي بنترشح مقعد نيابي. اليوم النائب بس لا بدون ما يلزقوا معروفه لانه في نواب، لا هيدي على الهويه، وهذا الدين، هيدا الدين بيننا وبين نعم. الله ما خص نعم. النواب فيه ولا خص الدوله فيه. نحن عم نحكي على الغاء القيد الطائفي وعلى اساسه بنفوت على الانتخابات. الجزء الاكبر من مشاكلنا نحن وقت اللي بنصير نواب بمجلس النواب، وان شاء الله بيصير جزء منا، يعني في امل كبير باختراق هالجدار هيدا، نحن نواب عن كل اللبنانيين. لا نميز بين طائفي واخر، لا نميز بين مواطن واخر، هيدا بس بالتعريف. ورح نحاول نحل هالمشكله عبر ادائنا او اداء زملائنا اللي رح يكونوا بالبرلمان ان شاء الله. هلا هذا القانون هو لسوء الحظ مش رح لك افضل ممكن، هدول الجماعه جابوا قانون الستين فصلوه على شكل نسبي وحطوا له صوت التفضيلي، طلع محدلي اكثر من هيديك من المحادل السابقه. هيدا للتعريف قانون أسوأ ما، يعني اذا بدك تفصل النسبيه اول شيء لا يمت الا نسبيه بصله. نعم. الشيء الوحيد اللي له علاقه فيه بالنسبيه انه انت وقت اللي بتجيب الحاصل بيطلع لك نسبي، ولكن اليوم وقت اللي انت بتجي بتحكي بالنسبيه وبتعريفها ما بتجي بتحكي بمرشحين منفردين بيعملوا بعدين تحالفات هجينة ولقيطة. بتلاقي الكتائب والقوات متحالفين هون بس مش متحالفين هون، بتلاقي التيار مع حزب الله وحركة أمل بهالديرة لا بس بهديك الديرة لا، وبتلاقي المستقبل متحالف مع حركة أمل بمحل ومختلف وياه بمحل تاني، بنط هذا المرشح من هون لهونيك. في عملية بهلوانيات كانت بعملية صناعة اللوائح، وهذا بحد ذاته أكبر إهانة لموضوع النسبية. مش هيك هي النسبية ولا هيك بتكون عملية الانتخابات الديمقراطية على النسبية. إذا بدنا نجي نحكي بنسبية مضبوطة كانت، كان لازم تكون هي الأحزاب تقدم مرشحيها أو تعمل تحالفات من قبل وتحدد مرشحيها، مش يجي يعملوا تحالفات لقيطة وهجينة بعدين كل واحد بس تخلص الانتخابات هيدا بنط على يحته وهيدا بنط على يحته، وبتصير آخر شيء نرجع للجبهات القديمة اللي احنا بنعرفها. بكل دوائر بلبنان ما منشوف إلا عمليات بالفعل هي عمليات سعدانات وبهلوانيات انتخابية وصلت لحتى، وهني المعروفين هني في 6 أحزاب كبار يتقاسمون الجبنة بكل حتى بخلال النقابات. نعم. يتحالفون ضد من هو مختلف عنهم، مش رح أقول لك ضدهم، هو مختلف، هو يريد أن يبني مؤسسة، هني بدهم يبنوا مزارع. بنقابة المهندسين سنة الماضي والسنة بتجربة تحالفوا كلهم متضامنين الى اقصى الحدود لاخراج من هو مختلف عنهم. ابرز شيء شو بتقول مثلا كيف تتوجه للمواطن يعني حتى شوي يعني ينفتح قدامه او تتوسع افاق الوعي وافاق يعني بشو بتوعدوا بشو بتحكوا كيف بتخاطبوا اجمالا؟ نحن ان كان مع الجمهور او بالاعلام. نحن بجولاتنا الصغيره اللي عملناها حسب قدراتنا يعني حكينا مع الناس، وبرجع بقول لك أكثرية مؤيدي الأحزاب اللي بالسلطة نحن عم نزورهم مش لحتى نقلب لهم رأيهم، نحن بنعرف إنه في ناس ملتزمة حزبيا، هيدول الناس لو شو ما حكيناهم هني ملتزمين بأحزابهم، ولكن هني بيعرفوا الوجع، هني عارفين مشكلتهم، تعربوا لهم عن وبفصلوا لك إياها، بيقول لك نحن شايفين سوء الأداء عند أحزابنا، شايفين الغلط عند أحزابنا، شايفين المشاركة بتدمير الدولة عند أحزابنا، ولكن نحن لاحقين خط ولاحقين زعيم ولاحقين تأليه الحزب. التقليد هيدا عند كل الأطياف وجزء كبير من المواطنين. برجع بقول لك نحن عم نحاول ننزل نسبة المواطنين اللي هي مرتهنة لهالشيء هيدا، مش مقتنعة فيه، هي مرتهنة. نعم. لهالأحزاب هيدي، فنحن بنوعدهم بشكل جدي ومختلف وقاطع، نحن اليوم بدنا نبني دولة، هيدي الدولة هي لكل مواطن ولكل مواطنة، انت مش مضطر تشوف وجهي انا كنائب لتطلب مني خدمة، انا موظف عندك، انا بقبض راتبي منك، انا بنزل على مجلس النواب على ساحة النجمة لاشتغل شغلي بالمكتب اللي عطيتني اياه من ضرائبك، وبشتغل شغلي لانه هيدا واجبي، وإلك حق تحاسبني دوريا، مش بس كل 4 سنين بيجي بكذب عليك بقول لك انتخبني مرة تانية وبعد الانتخابات منشوف، تعال نقعد نحكي قد ما بدك. في نواب هيك عم يعملوا لسوء الحظ. نحنا بدنا نبني مؤسسات، نحنا بدنا نعمل اقتصاد مبني على نظام ضرائب عادل، من هالضرائب ما بدنا نسرق منها مصاري، بدنا نعمل لك تغطية صحية شاملة، بدنا نعمل لك نظام تقاعد، بدنا نعمل لك نظام ضمان للبطالة،
بدنا نبني جيش قوي مش مرتهن لسفراء هون وهون. نحن وقت اللي بدنا نشتري سلاح ما حدا بيرهننا منين بدنا نشتري سلاح. نحن بدنا نبني جيشنا بقدرة نحن بيحب يبيعنا أهلا وسهلا، ما بيحب يبيعنا العالم كله مثلين سلاح ودول بتبيع. وقت اللي بدنا نبني جيش نحن هيك بنشتغل. نحن ما عندنا تبعية لحدا. ليش هن قادرين انه يزوجوا بين الزبائنية السياسية ويغيرة الدين؟ ليش قادرين يزوجوا بين هالاثنين؟ هل المواطن اللبناني يعني عنده شيء تاريخي عميق بانه بدل عنده خشية وبدل عنده قلق على وضعه المذهبي او وضعه الطائفي والاجتماعي اللي هو مربوط بالطائفي؟ لا لك، نحن هيدا مش شيء تاريخي. اللي صار على مدى التاريخ هو باخر 27 سنه بعد ال 91، نعم، هيدول اللي سميتهم انا امراء حرب امسكوا بمفاصل الدوله، استخدموا نظام الستة وستة مكرر ليسقطوا بس جماعاتهم المنتفعين منهم والزبائن عندهم، وبس خلصوا هيدول جابوا ناس رهنوهم لالهم، ضغطوا عليهم بمعيشتهم. اليوم الانسان اللي بتضغط عليه بلقمه عيشه وبتقول له انت ما عندك حل الا تكون معي او تكون فقير او تكون عم تشحد او تهاجر او تفل، اذا ما جيت وقفت معي وصوتت لي ما بتفوت على المستشفى بتموت. نعم. اليوم خليني اقول لك شغلي، لما اليوم انت نحن اليوم عم نخوض انتخابات، في ناس عم نحكي معها تساعدنا كمندوبين على صناديق الاقتراع. نعم. لما انا بطلع بمنطقه بيتلفنوا لي اشخاص متطوعين معي بيقولوا بالمنطقه الثانيه عم يدفعوا 1500 دولار للمندوب، هذا الشخص اللي بده يشتغل نهار بيدفعوا له 1500 دولار. شو يعني 1500 دولار؟ يعني مليونين و250 الف ليره، يعني ما يعادل ثلاث مرات لحد الادنى للاجور. من هو هذا؟ هذا اللي جاي يعمل نائب ودفع 5 ملايين دولار حق مقعده، شو جاي يعمل؟ مش جاي يستردهم؟ هذا اللي دفع 20 مليون دولار حق مقعده وبدون اسماء، كلهم بيعرفوا حالهم، كل واحد قديش دافع الارقام. طيب بيتهموا بعضهم كل واحد؟ لا هيدي مش اتهامات. اليوم انا بقول لك اليوم بيتهموا بعضهم بيستعملوا المال. الاشخاص اللي عم يقبضوا عم يجوا بيحكوا، الاشخاص اللي عم يسلموا هوياتهم عم يجوا بيحكوا. لما في بيصير حجز هويات ليوم الانتخاب وبتيجي بتقبض مصاري، هلا شو رح يصير؟ اكيد هيدا بيجي بيقول لك انا فرصه وانت طيب بتعرف هيدا اللي عم يقبض وهداك القابض. طب ليه بتلاقي انه الجمهور بيتجاوب مع يعني او نصه او ربعه او ثلثه؟ لانه عم يتجاوب لانه حولوه الى تاجر، لانه لا لأنه ما صار بحاجه، لانه ما في مجال. برجع بقول لك اليوم انت وقت اللي بيكون قص المدرسي بيدفع لك هي الحزب وقت لا. الانتخابات انت مضطر تروح لعند هذا الحزب. أكيد. وقت لفاتورة المستشفى بيجي هذا المنحة الريعي للعمل، المنحة الزبائني. وقت اللي انا بيجي بقول له المواطن انا بعطيك بطاقة استشفائية بتفوت على المستشفى بتحطها على الكاونتر وما عليك الا اخر النهار توافق انه هيدي الاجراءات اللي صارت لك وهذا عملية المعالجة اللي صارت لك بدون سرقة وبدون تلاعب، لانه انت بتعرف لا. نظام المستشفيات بلبنان شو هو، عليك تصادق انه هذا اللي انشغل عليك انت كمريض والدولة بتدفع عنك، لانه هيدا واجب على الدولة. نحن مش جايين هون نرهن العالم لنا، انا ما عندي مصلحة ارهن العالم. انا ما بدي الناخب بعد 7 ايار اذا انتخبني يجي يوقف عندي على الباب يقول لي بدي منك خدمة، انا بدي اياه يجي لعندي اذا بحب يشرب فنجان قهوة اهلا وسهلا، اذا ما بده عنده شغل منتج يروح يشتغل ويساعد الاقتصاد بدل ما يجي يتزلم على بابي. طيب المؤمنون بهذه الافكار هل قدروا اجتمعوا بكل لبنان او بعدد الاكبر من الدوائر؟ لقلك لوائح كلنا وطني هي لوائح ائتلافية على مستوى على 9 دوائر على حجم الوطن. نعم. التحدي كان كبير والفترة كانت قصيرة. انت بتعرف انه سنة الماضية وقت اللي كانوا بلش يبحثوا بقانون الانتخاب ووعدونا ببطاقة ممغنطة ووعدونا بغيرها بالميجا سنتر وميجا سنتر وانتخاب الكتروني، يعني كل هيدي كانت مغريات. فجينا اخر شيء لقينا حالنا بقانون يفترض انه احسن من اللي قبله ولكن تنفيذه بشكل متخلف. اليوم معلش صار في شويه اختراع لكم مغترب برات لبنان بعد ما كانوا حاصين لوائحهم وفارزينهم الاحزاب وعارفين وين بيجوا وين ما بيجوا وعارفين مين يأيد وين ابعد وين اقرا وما عارف شو، وفوق الدكه بالاخر بس خلصوا الانتخابات في صناديق نامت 24 ساعه في صناديق نامت 48 ساعه. عيد العمل؟ لا هذه لا عيد العمل مش هني، لازم يعرفوا تماما انه في عيد العمل، لازم يعرفوا انه في نهار الجمعه بتسكر مؤسسات ويوم الاحد في ناس بتروح على الكنيسه، هني بيعرفون تمام هدول، فهدول طابخينا لحتى يتلاعبوا.
اليوم واحد بيقول له تعالوا ناموا على الصناديق اذا بدكم تحفظوهم، شو الحديث هذا؟ لا انه هذه زياده ثقه، هذه مش زياده ثقه، انتوا لازم تكونوا منظمين. معلش اللي عم يبرم، هاي اول مره بتنعمل، اللي عم يبرم بالعالم بشطل على حساب الدوله بيستعمل طياره مثل السيرفيس، كان بيقدر يبعث طياره سيرفيس تلم صناديق الاختراع. دكتور علي درويش، هاي اول مره يعني تجربه اولى انه لبنانيه من 96 سنه لهلا بينتخبوا بالاغتراب، يعني منا هيني. وكان في شكوى، يعني في ناس يعني كانوا يستطلعونا نحن كاعلاميين او شيء انه ليش المجتمع المدني برا ما كان مبين، قلنا انه في امكانيه تكون انتم ما بتقدروا يمكن، او عندما ترتفع وتيره التجييش بصير الناس اللي يعني اللي بين مزدوجين الاكثر عقلانيه ما بيبينوا كثير. رح اقول لك اول شيء، لا كان في عندنا ناخبين بدول الاغتراب. لا مش ناخبين، يا ناس نحن ما فينا أو نحن أو ما فينا اول شيء نحن منا منظمات، مش تعال لك ماكينات انتخابيه. نعم. نحن منا منظمات واجهزه انتخابيه موظفه على مدى السنين لحتى تيجي تواجه هدول. نحن اليوم في عندنا اشخاص شاركوا بعض دول كمندوبين وراقبوا وتابعوا. نعم. وفي كثير ناس انتخبونا، بس نحن ما عندنا القدرات الماليه. هني جماعة استخدموا مال الدولة، برجع بقول لك من 27 سنة لليوم يستخدم مال الشعب ومال الدولة لبناء نظام الزبائنية، ما حدا جاب من جيبته الخاصة، بالعكس فوق اللي استعملوه من مال الدولة بنوا ثروات واشتروا أراضي وطوبوا مشاعات بأسمائهم، كله من مال الشعب. الشعب هذا لازم يعرف، لازم يفتح كل ملفات كتاب العدل في لبنان لا يعرف أي زعيم له وكالات بعقارات ومشاعات اتصبت، يعني مين ممثلوا بالشركات العقارية، مين ممثلينوا بالشركات اللي عم تقبض مصاري. اليوم خلينا نكون واضحين، في واجهات لهؤلاء إذا ما انكشفت هالأنظمة. بس في نظام حر كمان، يعني ما بتقدر أي نظام ما حر بتقدر تخرقه كله. يعني نحن برجع بقول لك اليوم الشفافية والعدالة تفرض أنه القضاء يكون مستقل. نعم. والقضاء المستقل اللي مش مرهون قاضي بتعييناته لزعيم سياسي هيدا بيقدر يتصرف بحرية. اليوم إذا ما زال هيئة الإشراف على الانتخابات رئيسها قال نحن مش قادرين نتابع عمليات الترشح ومصروفات الزعماء. نعم. وأحزابهم اليوم معلش لمن حزب بيطلصوا البلد كله باللون الأحمر والتاني بيطلصوا كله باللون البرتقاني والتالت بيطلصوا كله حق البويا قد ايه هيدا البويا لحالها حق وطلع نعمل بحث انه هذه الأموال تفوق ما هو منصوص عليها في القانون. طبعا هو اخذهم مع اللي صرفناه نحن اللي صارفينه هالقد وهن اللي صارفينه هالقد، ومع هذا وكله المبلغ الكلي هو يفوق ما يجب انفاقه على الانتخابات. يعني هن تجاوزوا السقف المالي وهيئه الاشراف مش قادره تحاسبهم، مش قادره تلحقهم، لانه صرف الاموال مش عم بيكون من حسابات انتخابيه للوائح. بتحداهم يفتحوا حسابات اللوائح الانتخابيه اللي عم تشتغل وشوفوا هيدي اللوائح هل خرج من حساباتها اموال توازي ما علق على الجدران وعلى لوحات الإعلانات. طيب بس في سؤال أكبر من هيك، يعني هن الأحزاب كمان بيقدروا يمولوا حالهم غير الانتخابات؟ هلأ ليش هن بيقدروا أصلا يمولوا حالهم؟ مازال متفقين إنه في تمويل يعني خارجي. طيب ما هذا مازال إنه في متفقين إنه في شنط أموال عم تجي من الخارج. طيب ما هذا وين الجمارك اللي عم تفتشن على البلد؟ طيب بس هذا المواطن بيقول لك إذا أدخن عالم بلبنان ما بيقدروا يكفوا حالهم. بقى أنا خليني اشوف، يعني ما عم نحكي، انا ما عم بحكي من باب الاذعان او من باب التخاذل، ولكن المواطن لا حول ولا. انا بقول لك انا بدي اعلم ابني، بدي اجيب مي، يعني هو مؤسسه بالبلاد الثانيه الدوله بتامن الاشياء البديهيه، السلطه بتامن الاشياء البديهيه، في عندك رئيس، عندك مدير، عندك رئيس مصلحه. نحن اليوم عندنا زعيم، عندنا رب عشيري، عندنا زلمي تابع كذا، عندنا حزب عم. اليوم واقع كتير صعب. طبعا انتو افكاركم مجلية، ولكن بمطارح كتير ما اجتمعتوا، بمطارح اجتمعتوا. هل اذا مهما كانت نتيجة انتخابات، ما بعد الانتخابات راح تكونوا انشط بالشارع واتجاه المجتمع؟ لأقول لك اول شيء نحن في 9 لوائح لكلنا وطن. نعم. بس في بعض الدوائر فيها لوائح بتشبهنا. نعم. من أيتها؟ أنا بعطيك مثل ببيروت الثانية. نعم. ببيروت الثانية في لائحة بتشبهنا كثير البيارتي اسمها صوت الناس. صوت الناس هذه بتشبهنا وتفكر مثلنا، على القليل بتفكر مثلي ومن كثير من الزملاء معي باللوائح.
فهدول جماعة كمان انضافوا كمان بدهم يبنوا دولة. أنا اللي بقول لك إيه، نحن عم نقول للمواطن اليوم عندك فرصة تسقطهم، مش كليا لأنه القانون ما بيسمح، عندك فرصة تفرجيهم أنه أنت فيك تفتح فجوة منيحة بهالحيط اللي هني بنوه، وفيك تبلش بتكسير هذا النظام اللي حولك إلى ما أنت عليه. أنت فيك تبلش تبني دولة بنفسك لحتى أولادك ما يوقفوا أذلة عند باب الزعيم. هذا اللي عم نقوله للمواطن، وهذا عم نقوله لكل ست بيت، لأنه كمان عم هي تستنهضهم، تستنهض القيم، عم نستنهض القيم وعم نستنهض إحساسهم وضميرهم وحاجاتهم. مش بس هدول، هني عندهم حاجات اقتصادية. نحن عم نقول لهم اليوم وقت أنا بحكي عن البطاقة الصحية، هذه يمكن تأمينها خلال سنتين، مش عم نحكي كذب نحن ولا عم نحكي شيء بالهواء، خلال سنتين سنتين ونص ممكن يقرر النظام الاستشفائي، يعني بالموازاة مع نظام ضرائب. هذه المصارف اللي عم تسرق منا مليارات الدولارات سنويا عبر فوائد وهندسات مالية الله بيعلم شو هدفها. طيب في سياسة مالية، أي سياسة مالية اللي بيطلع بهندسة مالية تجمد سعر الليرة وتقدر يعني تعمل توازن معين بالوقت انت اللي بتتصور نحن... عفوا انه تجميد سعر الليرة مبني على الهندسات المالية ولا على قرار سياسي، قرار سياسي إقليمي؟ هذه كل الخزعبلات، عفوا هذه كل الخزعبلات اللي بيطلعوا لنا فيها انه الليرة ثابتة لأنه هن شاطرين، هذا كذب. الليرة ثابتة إذا ما كانوا شاطرين كمان. هذه الهندسات أصلاً المالية ما لها علاقة بسعر صلفرية، هذه هندسات مالية هي لإعطاء بعض المصارف اللي هي عم تمول بعض الأحزاب والزعماء مقدرات مالية إضافية لحتى يبنوا مؤسساتهم. طيب كيف هذول بيوصفوا آلاف المندوبين اللي بيدفع للمندوب بالحد الأدنى 150 دولار بالحد الأدنى؟ طيب عم نحكيك عن آلاف الدولارات. طيب تندفع إذا قدرتوا أثرتوا مثل ما قلت لي ببيروت، ما بعرف وين في ناس بيشبهوكم، بس بالمطارح اللي فيها فتاوى أو فيها بلوكات وحدة مهما كانت، يعني ما عم نحكي عن فرد فئة، بتقدروا تأثروا فيهم؟ يعني بتقلوا للمواطن هيك بيقتنع معك بس بيقولك أنا خي ما فيني بدي أمشي حسب ال... لقلك نحن مش جهلة بالدين. نعم، كل إنسان متدين ويتبع الدين ويتعب ويتبع تعليمات الدين بيعرف أنه بيوم الدين يوم القيامة الحساب سيكون لأله مش لغيره. ما فيك تقول انا بعمل هيدي وعدمته لألو، الدم هي دمتك، وانت وقت اللي بتصوت وقت اللي الله بده يحاسبك رح يحاسبك لألك، بيقول لك انت عملت هيك وانت كان انا اعطيتك عقل تفكر، انا ما عملتك حطيت لك موزي براسك، انا اعطيتك عقل تشغله وتنقي فكر تقوم معك لحتى انا ساعدك، اعقلها وتوكل. بكل الاديان السماويه ونحن عندنا في مجتمعات متدينه الحساب عند ربك، مش رح يكون عند الزعيم اللي هو اخذك عدمته. نعم، الحساب رح يكون لك وقت اللي انت بالليل بتفكر لحالك او بتروح تصلي وين ما كنت عم تصلي، فكر انه الحساب رح يكون لك وقت اللي رح تموت. في ناس تتحاسب بالقبر اللي بيقولوا عنه فانت بحساب القبر رح تتحاسب انت على اللي عملته، شو عملت باولادك، شو عملت باحفادك، شو عملت ببيئتك، شو عملت بارضك، شو عملت بالمي تعولتك، شو عملت باللي عملوا الزباله حطوا لك الزباله على باب بيتك. نعم، اللي دلوسوا بحرك والثروه السمكيه تعولتك اللي انت عم تاكلها بالزباله، اللي سرقوا مالك ومال اولادك ومال احفادك، هيدا لازم يفكر فيه المواطن وقت اللي بيروح على المخدي لينام عشيه. طيب دكتور علي درويش بدايره بعبده، عم يفكروا الناس هيك، شايفين كوستا برافا وين، وشايفين وش مريحته كمان، وشايفين المطار كيف يعني وين، يعني انه ناس لا حول ولا بدها تسكن قاعدة على مدارج قريبة من المطار، وشايف الهواء وشايف الماء وشايف الكهرباء، كيف بتقوم استطلاعيا يعني حظوظكم او الاعداد او النسبة اللي ممكن توصلوا فيها؟ انا رح اقول لك بستي ايار رح تشوف هيدي المجتمعات لائحة كله نواقل، لائحة ببعبدة وبغير مناطق، بتشوف انه بستي ايار تحديدا بهيدي المجتمعات بهيدي المجموعات المهمشة بهيدي المجتمعات المظلومة، هيدي المجتمعات اللي اجت قعدت على مدارج المطار لانه ما كان في محل، لانه ما كان في دولة، لانه ما كان في مستشفى بالريف اللي كانت قاعدة فيه، هيدي المجتمعات بحد ذاتها رح تشوف قديش رح يكون في عندها نقمة، قديش هاي النقمة رح يعبر عنها بصناديق الانتخاب بصناديق الاختراع بدون ما يحسوا هني. اليوم رح يشوفوا شيء بستة ايار انا بتصور رح يفاجئهم مع كل الثغرات اللي بالقانون، رح يشوفوا شيء بيفاجئهم. نحن جماعه رح يكونوا لنكون واضحين، نحن بدانا من الصفر. نعم، اذا اعتبرنا اليوم هو الصفر شو ما جبنا بستة ايار هو صدمه لهم، هو صدمه لهم، ورح نجيب بستة ايار، وبعد ستة ايار المعركة حتكون أكبر من هيك. نحن ما طلعنا ما نزلنا على الشارع بال 2015 ونحن في ناس كانت على الشارع من سنة 91 بمناسبات مختلفة، بس ما كان في وسائل تواصل بالشكل اللي صار هلا.
اللي صار سابقا سيكون بشكل أكبر بعد الانتخابات. نحن مش رح نقبل تضل الصفقات ماشي علينا بهالشكل، مش رح نقبل. اليوم خليني أعطيك بقضية معيشية، معلش، مواضيع موضوع الكهرباء. نعم. هيدي السفن اللي صار لهم عم يتناتشوا عليها ثلاث سنين، معلش يا أخي، نحن سلمنا جدلا أنه جماعة الاشتراك اللي هني مافيات عم بيلبوا الحاجات الوطنية. نعم. خلصنا، فما بقى في حدا من الشمال للجنوب من الساحل للحدود السورية ما عنده اشتراك كهرباء بالبيت. يعني هيدي جماعة الاشتراك سدوا لك النقص هلا مرحليا، فليش عم تجيب سفن؟ ليش بدك تبلفنا ب 700 مليون دولار جديد؟ ما بدا شيء، روح مباشرة على بناء المعامل عبر أجهزة الدولة، عبر دائرة المناقصات، عبر الأجهزة الرقابية، وبلش ببناء المعامل، شوف الدولة اللي ممكن تساعدك. سواء اجت عندنا بالدولة، سواء اجت ايران قالت لك انا بعمر لك معمل وبتدفع، او الجزائر او الكويت، او اجت الجزائر او السعودية او الكويت او سنغافورة، تجي شركات تقدم عروض ويعمروا لنا معامل كهرباء بسنتين، في معامل ممكن تخلص خلال سنتين ثلاث سنوات، وبها سنتين ثلاث سنوات ما جماعة الاشتراك قايمين بالمهمة. لا معلش، مش عم نتحمل بقى. جماعة الاشتراك حلولن اياها، بس نحن مش قبلانين انه نحن نصير رهائن لمدى الحياة لمجموعات الاشتراك الكهرباء. هذا اسعد نكد، شغلي غير شيء كمان، اسعد نكد موضوع وبحث اخر. يعني بس هذا امتياز، هذا امتياز، ولكن الكهرباء وتزويد الكهرباء انه شخص قادر يعمل كيف، اذا هذه مؤسسة اخذي امتياز، وحتى يعني برجع اقول لك موضوع اسعد نكد نعم غير 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 قطاع للبحث. دكتور علي درويش باخر بهالحلقة، يعني بدنا نقول قبل الانتخابات وخلال الانتخابات وما بعد الانتخابات، هل راح تكونوا انشط حتى ما بعد 7 أيار تقوموا النتائج وترجعوا تقعدوا الناس بأنكم راح ترجعوا تتحركوا أكثر؟ لا لك، نحن قبل 7 أيار كنا عم نتحرك، حربنا على الأملاك العامة البحرية والاعتداءات عليها، سواء كانت بصيدا ولا بالرمدي البيضاء ولا بطرابلس وفي كل مكان، وكفر عبيدة وغيرها من المناطق اللبنانية، الأملاك العامة البحرية الاعتداءات عليها، الغرامات قد تجلب إلى الخزينة ووفق دراسات علمية ما يفوق المليارات دولار، مش 200 مليون مثل عم يحكوا النصابين، من هون مليار من هون مليار. فنحن عم نحكي بموضوع الأملاك البحرية، اللي رايح على باريس يتدين 16 مليار دولار يفرض ضرائب على المغتصبين تبع الأملاك العامة البحرية أو ضريبة تصاعدية، ويجيب منهم 3 مليار دولار غرامات ويشيل اعتداءاتهم على الأملاك العامة البحرية. هيدي مصاري نحن شايفينها، السرقات بالجمارك عم تحكي عن أكثر من مليار دولار سنويا، سرقات المصارف عبر الهندسات المالية تفوق المليارات سنويا، نحن عم نحكي عن أموال تنهب بالمليارات. فنحن كيف بدنا نجي نقبل أنه روح يتدينوا على ظهرنا بعد مليارات جديدة؟ بعد 6 أيار، قبل 6 أيار نحن موجودين، وبعد 6 أيار نحن موجودين لحماية كل مورد من موارد هذه الدولة. نحن مش نحن نقبل، عفوا بس اسمح لي بالآخر، نعم تفضل. أمن الغذائي مهدد، نحن الناس عنا عم تاكل أكل ملوث بالمجارير، بالمواد المسرطنة، بكل ما في العالم من ملوثات. شوفي عندك زبالة تكب وتذهب إلى المياه ومنها تروى هذه المزروعات، والثروة السمكية ملوثة عبر جناتهم اللي حطوا لنا إياها على الشط اللي هي المكبات، وبعدهم عم يضحكوا علينا. لما نحن أكلنا مهدد، مستقبل أولادنا مهدد. يعني بتقولون يحطوا ضميرهم بصندوق الاقتراع بست أيار، بس توقف وراء العازل، غمض عينك 5 ثواني بكفوا، فكر بكل اللي قلت لك إياه بخمس ثواني، وفكري بكل اللي قلت لك اياه بخمس ثواني، وسقطوا هذه الورقه وفرجوهم انه انتم فيكم تغيروها، سقطوا هذه الطبقه السياسيه. دكتور علي درويش، مرشح عن كلنا لائحه كلنا وطني عن بعبده، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد دقائق من الان.